أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها عن إمكانية عودة الحياة في المناطق التي تشهد نزاع مسلح وكيف يمكن للحكومة تطبيع الأوضاع الأمنية في مناطق سيطرتها. عودة تدريجية إلى مظاهر الحياة الطبيعية في أحياء متفرقة من تعز بعد أيام من انسحاب المسلحين. السلطة المحلية في المحافظة أعادت افتتاح قلعة القاهرة التاريخية أمام الزوار في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد انسحاب مسلحي كتائب أبو العباس، وكانت مناطق عدة في المدينة مغلقة منذ اندلاع المواجهات مع ميليشيا الحوثي قبل أكثر من 3 أعوام، ذلك خلال نزاع الداخل المسلح قبل أن تتسلمها السلطة المحلية واللجنة الرئاسية ضمن اتفاق لتسليم جميع المواقع والمقرات الحكومية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تعود ملامح الحياة إلى تعز بعد غياب طويل؟ وماذا يمكن أن تقدمه الجهات الحكومية لضمان عدم عودة النزاع المسلح؟ نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. فرح ممزوج بالحذر، فرح مدينة ببهجة أبنائها وحذر من ميليشيا لا تزال متربصة بقذائفها. أيوة كذا، يعني نحن فرحانين بالعيد كذا، بس مع القذائف وهذا يعني نخاف كذا شوية. قلعة القاهرة في أيام عيد الأضحى، ولأول مرة منذ سنوات تفتح أبوابها لأطفال المدينة ونسائها لتصبح مزارا للنزهة بعد أن كانت مكانا للرعب، مسرحا للأغاني بعد أن ظلت مترسا للقنص والقتل. لقد دبت الحياة في هذه القلعة التاريخية على أمل أن تأتي اللحظة التي تتحرر فيها تعز بأكملها من الموت الحوثي والاغتيالات التي تمارسها الجماعات المسلحة. فعودة القلعة بالنسبة للمواطنين مثلت بداية لانتهاء العنف والإرهاب. افتتاح القلعة هي القضاء على الانقلاب، القضاء على الفساد، القضاء على الإرهاب. كانت تعز قد شهدت قبل عيد الأضحى قيام اللجنة الرئاسية بالإشراف على تسليم كتائب أبو العباس قلعة القاهرة إلى قوات أمنية، وأتى التسليم بعد مواجهات عنيفة بين الكتائب وقوات الجيش سقط فيها قتلى من الجنود وضحايا من المدنيين. ولدت قلعة القاهرة قبل 1000 عام ومثلت نواة لميلاد تعز المدينة، وشهدت تطورا تاريخيا تعاقبت على حكمها دول عدة، لكنها تحولت مع احتلال ميليشيا الحوثي لها إلى ثكنة عسكرية لقتل المدنيين، وسرعان ما أضحت بعد تحريرها من الحوثي موقعا عسكريا لتمرد كتائب أبو العباس على الجيش. حاليا وبعد أن سقطت الكثير من الدماء لأجل عودتها لمنتزه مدني، هل ستفتح القلعة بداية جديدة لتعز المدنية والفن والثقافة؟ نبدأ النقاش مع ضيفنا من تعز الأستاذ عبد الخالق سيف، مدير مكتب الثقافة في المحافظة. أهلا بك أستاذ عبد الخالق. أهلا وسهلا بكم وعيد سعيد، وكل عام تعز والوطن بخير وسلام وأمن واستقرار بإذن الله. تحرك للسلطة المحلية لافتتاح أماكن كانت مغلقة بسبب الحرب والنزاع المسلح، ما واقع هذه التحركات والجهود على المواطنين؟ عفوا لم أسمع السؤال جيدا. تسمع الآن بشكل واضح؟ أسمعك الآن، ممكن يعني السؤال؟ تحركات وجهود تقوم بها السلطة المحلية في محافظة تعز لافتتاح العديد من الأماكن أمام الزوار بمناسبة عيد الأضحى، بالطبع كانت هذه المواقع والأماكن مغلقة بسبب الحرب والنزاع المسلح، ما واقع هذه الجهود؟ كيف لمسها المواطنين؟ ولو تسمعنا من الهاتف وتغلق صوت التلفزيون. بالتأكيد أنا أسمعك من الهاتف. أن هذه الجهود دور السلطة المحلية واستقبال وردود الفعل الأكثر من إيجابية من الجمهور الكبير والمتعطش في تعز لاستعادة هذه المنشآت، عودتها إلى المؤسسات، بالتأكيد أن هناك فرحة عارمة وغامرة. تعز بكل أبنائها بكل جمهورها يحتشدون فرحة بعودة هذه الأماكن إلى حاضنتها الحقيقية إلى دولة المؤسسات. أعتقد أن الجميع يصفون ويؤيدون هذه الخطوات المباركة. قلعة القاهرة
التي اقتحناها لن تكون اختراعا واحدا سأشرك معنا بالنقاش أيضا من تعز الأستاذ نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام في المحافظة. أهلا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا يا سيدي العزيز. إذن عودة تدريجية للحياة في تعز أمام تخوفات لدى المواطنين من عودة الصراع الداخلي في المحافظة، كيف يمكن لمحافظة تعز أن تتجاوز هذه المخاوف؟ نعم سيدي العزيز، أثبتت تعز منذ البداية أنها غلقت صوت العقل على صوت البندقية، وحدث هناك خلاف بين طرف وطرف ما فإنه لا يستمر أكثر من يوم أو يومين، وبالتالي تشكيل اللجنة الرئاسية الذي شكلها رئيس الجمهورية وبشرف محافظة تعز أثبتت أن الجميع في محافظة تعز يؤمنون بالدولة المدنية وينفذون أوامر السلطات المحلية، ولا يمكن إلا أن تكون تعز حاضنة لدولة المؤسسات واستعادة مؤسسات الدولة. الجميع يتفق على أن مؤسسات الدولة يجب أن تعود إلى السلطات المحلية وتحت إشرافها المباشر. كان هناك ضرورة خلال الفترة الماضية بأن يكون هناك بعض المكونات العسكرية في بعض الأماكن، لكن الآن بعد 4 سنوات لم يعد هناك ضرورة لبقاء هذه المكونات في هذه المواقع، وبالتالي اتخذ قرار بتسليم هذه المواقع. بدأت الحياة تعود في تعز بانتظام الراتب، بفتح بعض المتنزهات والحدائق، باستمرار اللجنة الأمنية في انشائها في جميع الشوارع في محافظة تعز بضبط الأمن، وبالتالي ستعيش تعز حياة آمنة ومستقرة كيفما أرادت ومثل ما أرادت. ولهذا دافعت تعز عن النظام والقانون، ولا بد أن تكون تعز هي حاضنة النظام والقانون حتى تستمر الحياة فيها. طيب أستاذ نجيب، إذن هذه المواقع التي أعيد فتحها أمام المواطنين لربما قضاء أجواء العيد فيها إلى جانب مواقع أخرى ربما مدارس ومواقع خدمية ومجتمعية تم انسحاب عناصر مسلحة كانت موجودة فيها وربما عادت إلى وضعها وهيئتها الطبيعية، ربما ما الضامن الآن لاستمرار هذا الوضع ولعدم عودة المسلحين إلى هذه المواقع؟ الضامن الحقيقي في هذه المحافظة هو أبناء محافظة تعز المؤمنون بمدنية تعز، وما يحدث الآن في خلال أيام العيد أو منذ صباح أول أيام العيد وحتى اليوم من توافد عظيم وجمهور غير متوقع من أبناء تعز إلى قلعة القاهرة، هو بمثارة حد لأبناء تعز إلى قلعة القاهرة، حشود غفيرة للحضور إلى هذا المتنزه الذي تم افتتاحه في صباح أول أيام العيد، هذه ضمانة كافية إلى أن تعلم تحافظ تعز على كل أماكنها ومواقعها الحقيقية. وبالتالي فإن المؤسسات العسكرية وقيادة الجيش في محافظة تعز أيضا يؤمنون بهذا الأمر، ولا يمكن أن تعود الصراعات أو الخلافات على المؤسسات المدنية. كون تعز منذ البداية دافعت عن الدولة وعن مشروع الدولة وعن استعادة مؤسسات الدولة، ولم تقدم هذه التضحيات خلال 4 سنوات من الشهداء والجرحى إلا لأنها فقط تريد أن تستعيد مؤسسات الدولة وتستعيد الدولة. ولا يمكن أن يكون هناك ضامن حقيقي سوى هو الفكر والوعي والأسلوب الحضاري الذي يتبعه أبناء تعز سواء كانوا مدنيين أو قادة عسكريين، فهذا هو أكبر ضامن لاستمرار الحياة في تعز، خاصة وأن تعز لم يعد لها
سوى متنفسات محدودة، ولا يمكن أن يقبل أي أحد بأن يتم احتلال مؤسساتها أو متنزهاتها، يتم حرمان 4 مليون مواطن من أجل رغبات معينة أو رغبات محددة. سائل طورق قانون وطورق نظام، ولا يمكن أن تكون ضد ذلك. هذا هو الضامن الحقيقي إن شاء الله الذي سيكون في محاضرة سائل. طيب أعود للأستاذ عبد الخالق. إذن ربما من مظاهر عودة وملامح عودة الحياة بشكل تدريجي إلى محافظة تعز انسحاب المسلحين من المواقع المدنية والخدمية ربما، وكنت سألت الأستاذ نجيب حول الضمانات التي من خلالها يمكن القول أن هذه المواقع عادت إلى وضعها الطبيعي ولا يمكن عودة المسلحين إليها، برأيك ما هي الضمانات الحقيقية لاستمرار تطبيع الحياة داخل مدينة تعز فيما يخص هذا الشأن؟ أتفق كلية مع الأستاذ نجيب قحطان في كل ما طرحه، وأزيد عليه بأقول بأن الضامن أيضا هو إيماننا بدور بدولة المؤسسات، إيماننا جميعا أن الدولة بمؤسساتها هي من يجب أن تمثل هذه الأماكن وأن تشغر هذا الفراغ الذي تتركه هذه الجهات التي تسلم. الضامن الحقيقي هو أيضا النوايا الإيمان أيضا من هذه الأطراف ومن هذه الميليشيا، إيمانها بوجوب تسليم ما لديها للدولة حتى ينعكس ذلك أيضا على حماية هؤلاء إن آمنوا بمبادئ قيام الدولة. هذا الضامن الحقيقي، وجميع هذه القرارات أو هذه الأشياء ستظل حبرا على ورق إن لم يكن هناك إيمان حقيقي بأن مصلحة تعز هي الأساس في التسليم. أنا أسلم من أجل أن تعود الحياة إلى تعز، أنا أسلم من أجل أن يتم التطبيع وأن تستقوي أو شوكة الدولة تظل قوية وفي تصاعد متنامي في ظل استنزاف وفي ظل حرب تقودها ميليشيا ظلامية تشكل أيضا طعنة في الظهر، وأن تأتي طعنة في الصدر من هؤلاء هذا ما يجعل هذه القرارات واهية ولا تسمن ولا تغني من جوع. عندما نؤمن أن هناك دولة مؤسسات نصطف جميعنا معها، نلتزم بقراراتها، نسلم دون شروط دون تحفظات، فمعنى ذلك أننا نذهب في الاتجاه الصحيح. هذا ما وقف طيب عليه. على مستوى على مستوى على مستوى الأقوال ربما الكثير يتفق مع الطرح الذي تطرحه أستاذ عبد الخالق، لكن هناك ما زالت رغبة لدى البعض في معرفة الأسباب الحقيقية التي لا تدع القتال يتوقف في تعز بشكل تام ونهائي. ما هي هذه الأسباب؟ يعني أنا أسألك الآن كمسؤول ومعني وفي السلطة المحلية في المحافظة. أسباب يعني عدم توقف القتال. نعم. أعتقد أن الناطق الرسمي باسم الجيش أعتقد هو من يستطيع أن يمنحك الرد الوافي على هذه التفاصيل، لأنها تفاصيل ميدانية معارك. أعتقد أنني معني أكثر بأن عودة الحياة لقلعة القاهرة، عودة الحياة لمنتزه نادي تعز الذي لم يسلم وسلم، ويكفي فهم الكثير ليعرفوا أن هناك من هذه المشاكل التي تظل تترك ثغرة يتسرب من خلالها الخلاف ويتسرب من خلالها الإشكالات، وتظل مسمار جحا والضحية أولا وأخيرا فيه هي تعز. أتمنى ممن سلموا أن يسلموا تسليما كاملا، لا أن يتركوا ثغرات يتسلل من خلالها الخلاف ويتصاعد ويتنامى ويسقط ضحاياها من الأبرياء. أنا أعتقد أن اليوم القلعة بكل عنفوانها بكل عودتها بكل هذا الاحتشاد الجميل من الجمهور التعزي المتعطش للثقافة للأمن للاستقرار للجمال للفنون قدم رسالة كبيرة لكل المتصارعين أن تعز مدينة للحياة، أن تعز مدينة للسلام، أن تعز مدينة للثقافة، أن تعز تريد أن تستعيد حياتها، تريد أن تصطف مع سلطتها المحلية مع محافظها مع جيشها الوطني في معركة تذهب لتحرير هذه المدينة من ميليشيا انقلابية ومن عدو بوجه واحد. هذا ما تتمناه تعز أخي العزيز. أشكرك جزيلا عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة في تعز، وأعود للأستاذ نجيب. أستاذ نجيب، البعض يقول أن الصراع ربما أو النزاع المسلح الذي تعيشه محافظة تعز لا يمكن أن يتوقف دون أن ترفع الأطراف الإقليمية يدها عن المحافظة، ما رأيك؟ نعم سيد العزيز، هناك نوع من المصداقية فيما يتم طرحه بخصوص هذا الأمر،
لكن هناك أيضا رغبة وطنية ملحة وخالصة، خاصة أن أبناء تعز يقدمون التضحيات يوما تلو الآخر من أجل استقرار محافظتهم ونمائها واستقرارها واستعادة مؤسساتها، وأن تدب الحياة فيها مجددا بعد أن حرمت من الحياة الحقيقية خلال 4 سنوات. لا أظن أن هناك طرف من أطراف محافظة تعز عنده الرغبة أو يريد أن يخاصم أبناء تعز وأن يكون خصما حقيقيا لهم، إضافة إلى خصم الحوثيين. وبالتالي إن أي طرف لن يسير وفق ما يحقق مصلحة أبناء تعز وما يخدم أمانهم ورغباتهم سيكون هو الخصم الحقيقي لجميع أبناء محافظة تعز. لا يمكن إلا أن يكون مسؤولين هذه المحافظة وقادتها العسكريين يحققون مصالح أبنائهم وأبناء محافظتهم، لا أن يحققوا مصالح رغبة دولية أخرى لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا بعيد، حتى وإن كانت شريكة في حربنا ضد الانقلابيين، إلا أنه لا يعني هذا أن نوافق رغباتهم في أن يستمر الموت بدلا من الحياة. قررت تعز أن تعيش حياتها بالطول والعرض، لم تكافح تعز ولم تناضل تعز ولم تقدم أكثر من 6000 شهيد وأكثر من 23000 جريح حتى تظل حديثة لرهانات دولية أو لرهانات محلية. قدمت كل هذه التضحيات حتى تعيش حياة حقيقية وحرية وكرامة. تعز ستخاصم من يخاصمها وستعشق من يعشقها. لا بد أن يخضع كل الأطراف لقرارات السلطة المحلية، لا بد أن يخضع كلهم لأماني وأحلام ورغبات أبناء تعز، خاصة وأن المؤسسات والمتنزهات هي ملك للشعب، ليست ملك لطرف أو ملك لجهة معينة، هي ملك لأبناء الشعب. وبالتالي لا بد أن تعود هذه المقرات وهذه المؤسسات وهذه المتنزهات لأبنائها الحقيقيين، حتى فعلا يشعروا أن نضالهم أثمر، ولا يمكن أن نعود إلى ما قبل 4 سنوات، لأن تعز ترفض ذلك بكل قوة وستعلن الحرب عادلا أم آجلا ضد كل من يقف ضدها وضد رغباتها وضد أحلامها الحقيقية. طيب نشرك معنا من تعز أيضا الزميل الصحفي مازن فارس. أهلا بك أستاذ مازن. أستاذ مازن. أيوة أسمعك. إذن مناطق كانت مغلقة بسبب الحرب في محافظة تعز خلال السنوات الماضية من الصراع الذي شهدته المحافظة والحرب التي فرضت عليها من قبل ميليشيا الحوثي، اليوم مناطق هذه المناطق والمواقع يعاد افتتاحها أمام المواطنين. تقييمك وأيضا كيف لمست يعني إعادة افتتاح هذه المرافق أمام المواطنين فيما يخص أهالي المدينة؟ في حقيقة الأمر محاولة عودة الحياة إلى تعز من خلال تطبيع وإعادة عدد من المقرات الحكومية وافتتاحها وتأهيلها، هذا الدليل خطوة دليل على أن هناك خطوة أساسية ورئيسية لإعادة الحياة وتطبيعها وإعادة الأمن والسلام المدينة. محاولة عودة الحياة إلى تعز رغم استمرار الحرب والحصار المفروض على هذه المدينة واستسلام منذ أكثر من قرابة 1150 يوما، وهذا يعد أعتقد أنه ثاني أطول حصار في العالم بعد حصار إسرائيكو، وهذا يدل على مدى وصمود هذه المدينة المتمثل في تطلعهم وتوجيههم للدولة وإعادتها. طيب أعود للأستاذ نجيب. أستاذ نجيب، إذا ما أسقطنا الرغبة المجتمعية في السلام على وضع المدينة، كيف يمكن للمواطنين لعب دور فيما يخص إيقاف النزاعات والصراعات التي تعود بين فترة وأخرى داخل المدينة؟ بقاء أبناء تعز خلال 4 سنوات وصمودهم ونضالهم وبقائهم في محافظتهم أمام الهجمة الشرسة وقذائف الحوثيين والموت الذي يصدر لهم من أطراف محافظة تعز، هذا الدليل على أن هي الوحيدة اللي قادرة على أن تنهي كل النزاعات التي تثور بين الفينة والأخرى في محافظتهم. وبالتالي فأن أبناء محافظة تعز هم الضامن الحقيقي لإنهاء النزاع. لا يمكن أن يكون هناك طرف في محافظة تعز ضد فرحة أبناء تعز وضد رغبتهم في الحياة وضد عودة حياتهم.
لا يمكن أن يكون أبناء تعز الذين قدموا كل هذه التضحيات وناضلوا خلال طيلة هذه الفترة أن يستسلموا لأي طرف من الأطراف. لم تثر تعز ولم يثبر هؤلاء القادة العسكريين ولم يكونوا ذات أولى شان إلا بسبب أبناء تعز الذين فعلا دافعوا عن مدينتهم وجعلوا هؤلاء كبارا رغم نضالهم المستنيف مع أبناء تعز. وبالتالي تعود الرغبة المجتمعية إلى أن تكون حقيقة تعز هي تتمثل في رغبة المجتمع لا في رغبة أطراف معينين أو أفراد معينين. ولا يمكن خذها مني رسالة حقيقية وقول حقيقي بأن مسؤولين تعز وقادتها العسكريين وقادة جيشها يخضعون لرغبات أبناء تعز، الرغبات الوطنية لا رغبات غير وطنية. هم عبيدا لأبناء تعز وهم خداما لأبناء تعز وهم يناضلون من أجل أبناء تعز ومن أجل حريتهم ومن أجل كرامتهم. نحن لم يكن حربنا مع الحوثيين سوى من أجل الحرية والكرامة واستعادة الدولة ومؤسسات الدولة، وإلا فلماذا أصلا قاتلت تعز ضد الحوثيين ولا زالت تقاتل وتتعرض لكل أنواع القتل يوميا إلا من أجل استعادة مؤسسات الدولة ومن أجل انتصار للنظام الجمهوري؟ لا يمكن أن نقبل بعبودية من أخواننا ومن أبنائنا ومن آبائنا الذين يعيشون معنا في داخل المدينة. لا يمكن لتعز أن ترفض عبودية أحد وتقبل عبودية أحد. تعز ترفض العبودية تحت أي مسميات ومن أي جهة كانت ومن أي طرف كانت. هذه هي الضمانة المجتمعية التي ستحقق لتعز حياتها وستحقق لتعز رخائها ونموها واستقرارها. وبحمد الله والحمد لله خلال 3 أشهر تم استعادة كثير من مؤسسات الدولة وعادت إلى حضن السلطة الشرعية، واليوم تعد كثيرا من المتنزهات إلى حضن أيضا السلطة الشرعية وإلى حضن أبنائها الحقيقيين. اليوم من سيلاحظ الجماهير الحاشدة التي تحتشد إلى قلعة القاهرة سيقف إجلالا وإثبارا ولفرحتهم ولرغبتهم بالحياة. ولا يمكن أن يكون هناك طرف يستطيع أن يقف ضد هؤلاء الجماهير وضد أبناء تعز، لأنه سيكون الخاسر الأول والخاسر الأخير. لا يمكن أن تخسر تعز، سيخسر كل المراهنين ضد فشل تعز، وما دون ذلك لا يمكن أن تقبل تعز إلا بالنص وبالحياة وبالعزة والكرامة. أشكرك جزيلا نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام في محافظة تعز. أعود لزميل الصحفي مازن فارس، تقييمك لجهود السلطة المحلية في محافظة تعز فيما يخص إعادة تطبيع الأوضاع داخل المدينة. بالنسبة لتقييم وأداء السلطة المحلية في المدينة لإعادة تطبيع الحياة، تقييم جيد بعض الشيء، حيث شرعت الأسابيع الماضية في استلام المقرات الحكومية وإنهاء ما يسمى بالنزاع المسلح بين بعض الفصائل. هذه الخطوة نتمنى استمراريتها ومواصلة هذه الجهود لاستكمال تطبيع الحياة وإعادة مؤسسة الدولة. الناس هنا في تعز تواطين الدولة ويثبتون يوما بعد آخر أنهم ينتمون للحياة وينتمون للدولة. لذا ينبغي مواصلة هذه الخطوات واستكمال ما بدأت السلطة المحلية. أشكرك جزيلا مازن فارس الصحفي، كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج ذوي الحدث. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة محمد عبد المولي، في أمان الله.